السلام عليكم احبابي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو اليوم. هو يا كنظن واحد الفئه معينه ديال الناس اللي كيعانيوا من الحساسيه ديال الجلوتين. هاد الكينوا واحد النبته كانت في جنوب امريكا كامل، كانت كتزرع فيه، وكانت بواحد الاثمنه اللي هي غاليه، ما كانوش الناس كيقدروا عليها. دابا الحمد لله ولاو الناس كيزرعوها عندنا في البلاد في الشرق بالضبط، والناس كتعطي واحد المنتوج اللي هو وافر، والاثمنه ديالتها في متناول الناس بزاف، وهي عندها بزاف ديال الفوائد. من الفوائد ديالتها غنيه بالاحماض الانيميه، تعد بروتين كامل سهل للهضم، وتلقب بام جميع الحبوب نظرا لفوائدها الكثيره. الناس اللي تيعانوا من الحساسيه ديال الجلوتين كما قلت لكم، والحساسيه ديال اللاكتوز اللي هو الحليب، منتجات الحليب كلهم الناس مساكن المرض الله يشافيهم، واللي عنده صحيحته الله يخليها له، وفيها بزاف بزاف ديال الالياف، وهي واحد العالم كبير اللي زعما اللي بغى يعرف عليها يعني يبحث عليها، واحد العالم كبير. تعد هي من بحال البروتين، يعني كتضاهي اللحوم والدجاج والاسماك، الا ان اللحوم صعبه في الهضم، ولكن هي سهله في الهضم، الا ان الميزه ديالها ان ما فيهاش الدهون، بروتين بدون دهون. يعني كاع الناس اللي تيكونوا فيجيتاريان ما تياكلوش اللحم، كتعد بالنسبه لهم انها اكله متكامله، بنظرا كتزيدوا عليها خضيره، وهي كما قلت لكم بروتين. وكنتمنى نكون فدتكم بهذه الفائده، لان كنت كنعرف الناس بزاف مساكن مرضين بهذه الحساسيه ديال الجلوتين، وعانوا بزاف تلقاو طاحوا على هذا المنتوج العجيب، والحمد لله ولاو على خير. وكنتمنىكم انتم تكونوا بخير وعلى خير. المهم الفيديو ديال اليوم راه فيه بعض النصائح، وكنتمنى تطبقوها، خاصه بعسر الهضم، الانتفاخ لغاز، يعني كيكون بزاف ديال الحوايج اللي كنعانيو منهم ما تنعرفوش مناش، هو اساسها اشنه من المطبخ، كلشي حنا مسؤولين عليه، الامهات اللي كتبقوا لوليداتهم حنا المسؤولين على داك الانتفاخ وداك الشيء. المهم كنتمنى نكون خفيفه عليكم، انتم كتشاهدوا هذا الفيديو وفرجه ممتعه. المقادير ديال الشوربه ديالنا كالتالي، عباره عن الكينوا اللي كنت شرحت لكم عليها، حبوب الكينوا والفوائد ديالتها العديده. كتبقى هي المكون الاساسي، كنرفقوها بالخضر كل واحد على حسب شنو كيبغي. انا اليوم فضلت ندير خيزو اصفر، خيزو عاديه، جوج ديال لي كورجيت، جوج قرعات بسله صغيره، الجلبانه والطرب، مطيشه اللي كنت سبق اللي درت واحد الفيديو عليها، هادي واحد الطاسه ديال الحبات، البزار، فلفل ابيض، ملح، وزيت نباتي. ما غاديش نطول عليكم الفيديو، غادي نقطع هادشي رقيق وغادي نزيدو من طريقه التحضير. بعد ما قطعنا الخضر ديالنا وندي صغيره، كلشي صغيور، غنبداو في طريقه التحضير. اول حاجه غناخد واحد المغميط ونديرو الزيت النباتيه الاحسن، شويه هكا ثلاثه ديال المعلقات. اول حاجه غادي نبداو بالبصله، دائما البصله ملي كتقلى هي الاولى كتعطي واحد البنه زوينه، كتطق داك الجوس ديالها. كيولي اللون ديالها شفاف كنزيدو عليها الخضره اخرى. اليوم غادي نعطيكم واحد نبذة ديال النصائح على الطياب، كنتمنى تبقاو تطبقوها، لان جل الامراض ديال الناس دابا بسبب اعداد ديال الطعام ما كناش كنطيبو على ما يرام. كما قلت لكم كيولي اللون ديال البصله شفاف، كنزيدو عليه الخيزو. سامحوني، دائما كنبداو بالخضر اللي كتشطيات اول باول. هاد الاثناء راه دايره المقرجان تيطيب، لان كما قلت لكم كيجي داك عسر الهضم
لي غاز في المصار كلشي بالطياب، الا طيبتي بواحد الطريقه صحيحه كوني متاكده بان العائله ديالك ما غاديش تعاني من هاد المضاعفات بتاتا. نزيدو الخضرة كلها دابا، الخضرة الألوان ديالها مشكلة كتعطي واحد المنظر بعدا كيشهد. دابا كنزيدو دوك حبوب الكينوا جملة تروية، هادي كنبقاو نشكروها هكا. علاش؟ باش ديك الحبيبات ديال الكينوا كيتلبسو تاهما بالزيت وكيبقاو ما تيتلصقوش. دابا غنزيدو التوابل، ترقيت الملح هكا والفلفل الاسود فقط. كما قلت لكم هذه هي لاستيس ديال الطبخ، يكون هادشي سخون ما نعطيوش الماء بعد غادي تشوك، سخون غنديروا الماء سخون. كنعطيوها الماء الكافي باش طيب كامله. جمعوا هاد الجناب كاملين صافي، ونزيدو ديك الصوص طوماط اللي كنت سبق ليا حضرتها معاكم. انا كما كتشوفوا كلشي صحي بصحي، ما بغيتش ندير لا طوماط كونسونطري، ما دمنا في اطار الطبق صحي بقى صحي. وهذا على فكره ياكلوا حتى الناس ديال سميتو فيجيتيريان اللي ما تاكلوش اللحم، لانك تتعد واحد الوجبه كامله هذه. صافي وكنخليوها دابا في هاد الاثناء طيب، راه ما كتاخذش الوقت بزاف، ميم با 15 دقيقه وهي كتوجد معانا. تنتلاقى بكم ان شاء الله. الطبق ديال الكينوا ديالتنا ها هو منين وجد، الشوربه كتجي كامله متكامله. كنتمنى تطبقوها، والى فيديو اخر ان شاء الله. وما تنساونيش من الدعم ديالكم والتعليقات. شكرا شكرا لكم بزاف.